احنا كتب النهاردة على الجروب بتاع الفيسبوك الموضوع ايه؟ حد شاف الجروب؟ الثبات والاستمرارية. الفكرة عامة او يعني واحنا بنحط المنهج، الموضوع جه من قصة نوح، يعني من وحي قصة نوح. حسينا ان دي من اكتر الحاجات اللي ممكن كلنا بنقع فيها، يعني مفيش حد فينا ما عندوش الحتة دي. كلنا بنوعد ربنا بحاجات، كلنا بنبدأ بناخد قرارات، كلنا وبنبدأ بحماس جدا، وبعد كده ايه، سنة بسنة الحماس بيقل ومش بنكمل. فواحد زي نوح، يعني انا بقعد افكر كده، شخص ربنا قال له ابني فلك على البر، يعني مش على المية، وقعد يبني الفلك ده من كام سنة لكام سنة، يعني افريج من 100 ل 120 سنة بيبني فلك على الأسفلت، وكل يوم كل الناس بتتريق عليه. أنا عايزاكم يعني غمضوا عينيكم كده وحاولوا تتخيلوا الموقف. ونوح ده ما كانش صغير، يعني ما كانش شاب، كان شاب صغير يعني، لا ده كان راجل، كان راجل كبير يعني 500 سنة 600 سنة، يعني حاجة شاب كده في الخمسميات يعني. فانتوا متخيلين واحد بالعمر ده بيبني مركب بالمواصفات اللي بشوي كان بيتكلم عليها دي، مهولة، قاعد يبنيها. ده احنا لو قعد، احنا لو كمبيوتر هنج 10 دقايق بنبقى مش قادرين، بنبقى هنكسره. فانتوا متخيلين واحد قاعد يبني فلك من 100 ل 120 سنة لا يكل ولا يمل، ومتقبل كل العقبات اللي بتحصل وكل الناس اللي كل يوم بتتريق عليه، واللي هو اصلا عايز مصلحتهم. يعني هو ما تزعلوش مني، تعالوا برضو نفكر، واحد زي نوح ده ربنا قال له ابني الفلك ده علشان انت كده كده انت واهل بيتك هتخشوا فيه، فانت كده كده اصلا محمي، انت كده كده ما عندكش مشكله، ما دام انت واهلك جوه الفلك فانت ما عندكش مشكله، بس انت مطلوب منك ان انت تقول للناس اللي هتهلك دي ان هي تيجي معاك الفلك. فهو كمان ده هو عايز مصلحتهم، يعني ده هو عمال بينادي او بيعمل عمل لمصلحتهم وهما مش قابلينه لمده 100 120 سنه. فاحنا عشان كده اخترنا ان احنا نتكلم عن الموضوع ده النهارده. في حد ما بيمرش بالمشكله دي؟ في حد عنده يعني في حد خد قرار واستمر عليه لمده اكتر من 3 شهور مثلا؟ 3 ايام. حلو ده، حلو 3 ايام ده. احنا بنروح نعترف، نخرج بعد هو الاسبوع اللي بعد الاعتراف، وبعد كده كل حاجه ترجع زي ما كانت. طيب ليه بيحصل كده؟ في شوكولاته متبقيه ولا اكلتوها كلها؟ في واحده، لا هاكلها انا لوحدتي خلاص، مش هعمل عليها مزاد. ايه الاسباب اللي بتخلينا نبدا وما نكملش او ما نستمرش؟ ايه اللي يعني ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيخلينا نبدا؟ يعني احنا خدنا قرار ان احنا هنبدا، انا من بكره هصلي باكر ونوم، ابدا وما كملش. لا اي حاجه، مش بس حاجه روحيه، مش بتكلم بس على الحاجات الروحيه. طبعا الحاجات الروحيه اكتر لان في قوه مضاده بتحاربنا، يعني في حروب شيطانية كمان بتبقى زيادة، بس في بقى الحاجات اللي مش روحية عادي ممكن يبقى احنا عادي عندنا مشكلة. اشكرك بيتر. بيتر بيقول ان انا بضغط نفسي او بحط حاجات كتيرة قوي ممكن تبقى مش متناسبة مع وقتي او مع طاقتي او امكانياتي او ايا كان، فببدأ ومش بكمل. كلام سليم، ما عنديش اي اعتراض عليه. لو في مايك زيادة يا شباب ممكن، عشان بس الناس تسمع، عشان ما عيدش انا الكلام تاني. لا يعني الكسل، انا احنا سامعينك.
يلا هنكسر خوفنا ونجرب حاجة جديدة دلوقتي. يلا. طب هاخد رأي تاني وارجع لك. هي عامة كانت بتقول الكسل، كانت بتقول الكسل ان هي بتبقى يعني متحمسة وبعد كده بتكسل. ماشي. دايما الحماس بيبقى في الأول بس، بعد كده الحماس بيروح. ليه بقى بيروح؟ عشان بيبقى روتين. اوكي، الموضوع بيقلب روتين فبيبقى خلاص بنزهق. ماشي، ايه كمان؟ الناس اللي هنا. ايه، ان انا مثلا ما كنتش عامله لنفسي حافز قوي ان استمر في الحاجه دي، فلو ممكن في اول يوم يكون عندي حماس بس بعد كده عشان ما فيش حافز الموضوع فهبطل الموضوع. وغير كمان مثلا يعني لو ممكن لو حد مثلا اتريق على الفكره دي بتاعتي اللي هو يعني ثقتي في نفسي ممكن تتهز فيعني فاتراجع عن الموضوع ده. ماريا كانت بتقول انه مفيش حافز او الحافز اللي كان بيشجعني ده قل، او الناس مثلا اتريقت على الحاجه اللي انا عايزه اعملها فجيت في النص يعني هبطت لانه مفيش حد بيشجعني. حد عنده اي، ايوه اسمك ايه؟ سلوى. ممكن عشان عقلنا الاكتر يعني بيميل اللي هو لعدم التغيير، فانا لما احاول مثلا اجرب حاجه جديده واستمر على حاجه جديده فجسمي كله سواء بيولوجيا او سيكولوجيا كده هيضطر ان هو يواجه التغيير ده، فدي ممكن حاجه برضو تخليني ان انا مش عايزه اكمل حاجه جديده. عجباني الاراء بتاعتكم، يعني هي صح بس اوت اوف ذا بوكس فعجباني. سلوى كانت بتقول انه احنا عامه جسمنا او عقلنا بيقاوم التغيير، يعني اي حاجة جديدة او اي حاجة هبدأ ان انا اعملها وانتظم عليها غصبا عني بيبقى فيه يعني حاجة بترجعني لل يعني الحتة اللي انا كنت مأنتخ فيها وتمام وكده. ماشي. اشكرك. عدم الثقة بالنفس، ودي هتلاقوها كلنا بتجيلنا الفكرة دي انه ما انا ياما بدأت وما كملتش، ما انا ياما وعدت اب اعترافي او وعدت ربنا بحاجة وما كملتش، فخلاص ايه اللي هيخليني المرة دي يعني لما ابدأ اكمل؟ ما هو يأس مع ميكس كده، يعني هو ميكس من اليأس وعدم الثقة بالنفس، انه انا مش واثق كفاية، لا واثق في نفسي ولا واثق في نعمة ربنا، فبيبقى عندي يعني الميكس الجميل ده بطله رغي. حد كان هنا رفع ايده. فكره الانسان بيبقى شايف ان او طارد من دماغه خالص فكره الفشل او ما عندوش حاجه اسمها ان هو يقع ويرجع تاني، لا هو خلاص هو شايف ان هو خلاص طالما ما عرفش يكمل ما ياخدش الخطوه تاني، لا تعالى ما يحاولش تاني. مارتينا برضو قالت نقطة ودي هنقولها في العلاج، يعني هنقولها في انه ازاي نغير بقى الوضع ده. كانت بتقول بتتكلم على فكرة الفشل ان احنا ساعات مش بنتوقع الفشل فبنتصدم قوي 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 لما نفشل فخلاص بنستسلم انه لا مش هحاول تاني، مع انه وارد في اي حاجة في حياتنا انه وارد انه يحصل عقبات فنتكعبل بس مفيش مشكلة ان احنا نرجع نحاول تاني، فاحنا ساعات الفشل ده بيخلينا ما نحاولش تاني فما نكملش. كنت رافع ايدك صح؟ في حاجه بتبقى ناقصه ما بين الحاجه اللي احنا عايزين نتعلمها والحاجه اللي احنا فيها. الحاجه اللي احنا فيها لو اخذنا مثلا مثال زي الاكل مثلا او الحد عايز يبقى هيلثي، انا باكل فبنبسط دلوقتي، بس لو انا عايز ابقى اروح جيم واكل اكل هيلثي فانا مش بخس دلوقتي، انا بخس على مدى، فانا ما بشوفش نتائج دلوقتي فده بيحبطني ما يخلينيش الواحد يكمل بسهوله، ما بيبقاش عنده بعد النظر، ما بيبقاش قادر يستنى، عايز نتيجه دلوقتي تحفزه يكمل فما بيلاقيش ده فبيكملش. اسمك ايه؟ رومي. رومي. سمعتوا رامي قال ايه؟ رامي كان بيقول ودي فكره صح جدا برضو ان احنا ساعات بنستعجل النتائج، يعني انا عايز الحاجه اللي انا بداتها خلال يومين ثلاثه الاقي نتيجه، ما لقيتش نتيجه فخلاص بفقد حماسي ان انا اكمل، يعني عملت دايت بدات دايت امبارح فبعد ثلاث ايام خسيت 100 جرام فلا خلاص الدايت ده كده مش شغال معايا. خدت كورس انجليزي حضرت حصتين لسه الانجليزي بتاعي وحش فلا يبقى انا كده مش هكمل.
فعلى فكرة الموضوع ده حقيقي وبيحصل. احنا كتير بيغيب عن بالنا قصة النمو، وبرضو الحتة دي هنقولها، انه انا لما بتعلم حاجة الطلعة المفاجأة او الحاجة اللي بتتعمل مرة واحدة دي مش بتشبع ومش بتكبر. عارفين بالضبط زي لما يبقى شخص مثلا عنده انيميا فيروح يعمل تحليل ويلاقي عنده انيميا، فالدكتور يقول له مثلا لازم تاكل اكل معين، سبانخ بقى وعسل اسود والحاجات اللي هي فيها حديد. الشخص ده لو كل الحاجات دي لمدة يومين ثلاثة وراح حلل تاني هيفضل عنده انيميا عادي، مفيش يعني مفيش حاجة اتغيرت. فالطلعات الفجائية دي مش بتكبر، مش بننمو، ما فيهاش بعد نظر زي ما رامي كان بيقول. لكن ايه اللي بيكبر وبيخلينا ننمو سواء في علاقتنا بربنا او في اي حاجة احنا بنتعلمها؟ هي فكرة الاستمرارية. عشان كده انا مش عارفة الحقيقة ده قول ابائي ولا مقولة عامة ولا ايه، بس هي في مقولة مشهورة يعني دايما تقول القليل المستمر احسن من الكثير المتقطع. يعني ان انت تبقى بتعمل حاجة صغيرة بس مستمرة كل يوم، في وقت من الاوقات لازم هتلاقي نتيجة، وده احسن بكتير وإفكتيف او يعني مؤثر بكتير اكتر بكتير من ان انت تعمل حاجة مرة واحدة وتقف. يعني انت لو هتتمرن مثلا، لو هناخد مثال الدايت ده، لو هتتمرن كل يوم 5 دقايق او كل يوم 10 دقايق ده هيبقى احسن بكتير من ان انت تروح الجيم مرة ساعة كل 3 شهور. واكيد ده يعني اكيد دي معلومة كلنا عارفينها. احنا على فكرة مش بنقول كلام جديد، يعني اللي انا هقوله كله هو مش كلام جديد، هو كلام انا اول واحدة بفكر نفسي بيكو وانتو كمان يعني. طيب خلونا كده يعني اقول لكم النقط اللي متحضرة نلخصها كده مع بعض، انتو كلكم قلتوها. احنا ليه مش بنستمر؟ اول حاجة ضعف الارادة، ودي حاجة كلنا معترفين بها، احنا الانسان ضعيف. يعني لو دايت فاحنا بنحب الاكل، لو شغل ومذاكرة فاحنا بنحب الانتخة وبنحب اللعب طبيعي كلنا الانسان ضعيف، وكلنا لو سبنا نفسنا للحتة دي هننام خالص. اوكي، فانت محتاج طول الوقت تفكر نفسك ان انت ضعيف، بس بمعونة ربنا هتقدر. وزي ما قلنا قليل مستمر احسن من كتير متقطع، وده على فكرة بيعالج شوية حتة ضعف الارادة دي. يعني كل ما انت حطيت لنفسك حاجة صعبة كل ما هتلاقي ارادتك بتضعف. لكن انت لو قلت انا هبدأ انا هتمشى كل يوم او انا هعمل تمارين في البيت كل يوم لمدة 10 دقايق قدام التلفزيون على مزيكا انت بتحبها اي حاجة، ده هيخليك ما تكسلش وهيبقى اسهل بالنسبة لك عن ان انت تقول انا هنزل كل يوم ساعتين الجيم. هتلاقي نفسك رحت دفعت الاشتراك ونزلت يومين، وبعد كده مرة مشغول، مرة خروجة مع اصحابي، مرة عيان، مرة مش عارف ايه، هتلاقي نفسك شوية بشوية بتكسل. طيب يبقى اول حاجة ضعف الارادة. تاني حاجة الانفعالات المؤقتة. عارفين انتوا صحوة المشاعر اللي هي بتجيلنا بعد اي مؤتمر، بعد الاعتراف اللي هو بتاع اخر السنة ده، عارفين مش اي اعتراف، يعني في اعترافات بنعترفها طول السنة عادي، بس الاعتراف بتاع شهر 12 ده تحديدا بيبقى فيه الاطف، انا من السنة الجديدة هكون انسان جديد وهشيل حديد، وعارفين الكلام ده كله. فالانفعالات المؤقتة دي ممكن تخليني ابدأ بس مش بتخليني استمر، ممكن تخليني ابدأ بس ايه، بس مش بتخليني استمر. اوكي، فهي مش بنقول ان هي وحشة، بس ما ينفعش اعتمد عليها بس في نموي. يعني ما ينفعش كل ما بقى عايز امشي في حياتي الروحية اطلع مؤتمر، يعني مش دايما ده يبقى متاح يعني. فلازم اتعلم انه مش دايما البداية هتبقى بطلعة قوية او بانفعال قوي، لا انا ممكن ابدأ بداية على قد حالها بس ابدأ. اوكي، طيب تالت حاجة ودي انتوا قلتوها بس يعني مش بالضبط بس اتقالت في وسط الكلام، ان المؤثرات او الحوافز اللي كانت بتخليني ابدأ اختفت. يعني انا كنت بروح اعداد خدام علشان جروب اصحابي بيروحوا، وانس ان جروب اصحابي بطلوا يروحوا او بدأوا يكسلوا فانا كمان ما بقتش اروح. ف
فخلوا بالكم دايما من اي حاجه احنا بنعملها واي حاجه احنا بنبدا فيها، راجع نفسك دايما هو ايه السبب، وخليك امين مع نفسك. انا باجي الاجتماع او باجي اعداد خدام او بنزل الخدمه او ايا كان الحاجه اللي انا بعملها، بروح كورس في الجامعه، انا بنزل علشان انا فعلا عايزه استفيد، انا فعلا عايزه اتملي، ولا انا نازل بس اشوف اصحابي؟ مش غلط على فكره ان انا ابقى نازل اشوف اصحابي، يعني ده مش غلط، بس ده ما ينفعش يبقى هو الهدف الاوحد، لان لو ده اختفى فبالتالي الحاجه نفسها كلها مش تبقى موجوده. فانا لازم ابقى عارف انا بعمل كده ليه، سواء حاجه روحيه او حاجه مش روحيه. انا بروح القداس علشان اتملي روحيا، علشان اقعد مع ربنا. لو صاحبي جه ده حلو وشيء يشجعني، لو ما جاش مش مفروض ان انا اكون بكسل، او لو كسلت يعني مره مش مفروض يبقى على طول. طيب حد فاكر اول حاجه كانت ايه؟ احنا بنتكلم على الاسباب اللي بتخلينا ما نستمرش. اول حاجه ضعف الاراده، وتاني حاجه الانفعالات المؤقته، برافو. وتالت حاجه المؤثرات، اختفاء المؤثرات او اختفاء الحاجات اللي كانت بتشجعني. انتوا شاطرين قوي بجد، انا فخوره بيكم، استمروا. طيب حاجه كمان شبه شويه اللي بيتر قالها، المشغوليه، او فكره ان انا بحط حاجات مش متناسبه مع وقتي او طاقتي او امكانياتي. يعني انا ما ينفعش مثلا ابقى واحده بشتغل وزوجه وام مثلا يعني، وبقول انا هخدم 3 خدمات في الاسبوع وهحضر قداس كل يوم، وما في يعني بالورقه والقلم اليوم فيه 24 ساعه لو قسمناهم ما بين شغل ونوم ومثلا رعايه اسرتي، مش يعني ده مش هيبقى منطقي ان انا اطبقه. فلو بدات بحماسه هلاقي نفسي مش بعمل ده، فاكيد مش هستمر. فلازم دايما عارفين حتى الايه بتاعت من منكم ان اراد ان يبني برجا الا يجلس ويحسب حساب النفقه. يعني لو انا جيت حبيت اعمل مشروع او حبيت ابني برج، مش هقعد اشوف ده هيتكلف ايه، انا معايا ايه ومعيش ايه، عندي وقت ولا عنديش وقت، عندي امكانيات ولا عنديش امكانيات. اوكي، اي حاجه لازم تخطيط. علشان كده دايما نقول حتى في حياتنا الروحيه لازم اب اعترافي اللي عارفني وعارف ظروفي وعارف حالتي الروحيه هو اللي يديني قانون روحي. ممكن القانون الروحي اللي انا اخده غيري ياخد غيره، ممكن حد ابونا يقول له صلي غروب كامله، واحد تاني يقول له صلي مزمور واحد. فعشان كده يعني في الحاجات الروحيه بالذات يفضل ان احنا نكون بنتابع مع حد، يعني مش اي تدريب تسمعه يا ما تروحش تقرا بستان الرهبان وتطبق عليك، يعني ما فيش الكلام ده، يعني مش هتقدر تستمر. يعني لو عملت ده والحماسه خدتك مره مش هتقدر تستمر. طيب حاجه كمان، ودي برضو انتوا قلتوها في نص الكلام، احنا بننسى. يعني وارد ان انا هوعد ربنا بحاجات في السنه الجديده وبتاع، بتيجي السنه الجديده والكريسماس واكل العيد ولبس العيد وخلاص، يعني خلاص انا مش فاكر اصلا انا قلت ايه امبارح. يعني حاجه كمان، اخر حاجه، تغيير الظروف او المفاجآت، ودي من اكتر الحاجات اللي كلنا بنتعرض لها. بمعنى انا قررت مثلا ان انا كل يوم هصلي قبل العشاء او هصلي قبل ما انام. النهارده خرجت مع اصحابي وسهرت بره فرجعت تعبان، ميعاد نومي وميعاد صلاتي وميعاد كل حاجه اصلا خلص فما صليتش ونمت. تاني يوم حصل لي حاجه ومشكله واتاخرت في الشغل فرجعت تعبان ونمت. لو الموضوع ده ما اتلحقش بسرعه، يعني لو مش وانا في ساعتها فكرت انه لا انا لازم اصلي دلوقتي او انا لازم بكره اصلي، يعني مش هينفع الموضوع يطول عن كده، غالبا الموضوع هيقع. فبقدر المستطاع، انا عارفه ان ده ممكن ما يبقاش سهل قوي، بس بقدر المستطاع لو انت عارف ظروفك، يعني لو انت عارف ان انت شخص الطبيعي بتاعك ان انت ما بترجعش البيت مثلا قبل الساعه 12، ما تقولش انا هصلي كل يوم الساعه 10 عشان في يومين مثلا انت رجعت فيهم الساعه 10، لانه غالبا انت مش هترجع الساعه 10، فغالبا الميعاد ده هيبوظ بعد مرتين ثلاثه. فوانت بتحط خطه لاي حاجه
على قد ما تقدر حاول ان هي تبقى مظبوطه علشان تتجنب حته المفاجآت دي، لان غالبا المفاجآت دي هتبوظ الخطه اللي انت حاططها. طيب نراجع مع بعض ايه الاسباب اللي بتخلينا ما نستمرش. ضعف الاراده، هو دول بس اللي بيجاوبوا. الانفعالات المؤقته، المؤثرات الخارجيه، ماشي، النسيان، المفاجآت. في واحده سته انا مش فاكراها، ايوه افتكرت ايه، لا انتوا هتقولوها بقى وانا افتكرتها هقولها، اللي بيتر قالها، المشغوليات. برافو عليكم. طيب ليه ده خطر، او ايه اللي هيحصل لو احنا ما استمرناش؟ يعني هنفضل نجرب ونسكت ونجرب ونسكت ونجرب ونسكت، ايه خطوره ده؟ يعني ايه المشكله؟ يعني ما خلاص اعمل حاجه مره وما اعملهاش ومره وما اعملهاش. ممكن نيأس، يعني ممكن نبقى عرضه لليأس والاحباط فنبطل اصلا نحاول خالص، ودي مشكله كبيره. تمام الاحباط، تمام. فين المغزى من الحياه لما انا ما فيش حاجه خالص بتكمل؟ يعني ماشي، اللي هناك، اللي هناك. ايه خطوره عدم الاستمرار؟ ايه خطوره عدم الاستمرار؟ ماشي اقول انا، حاضر. اول حاجه زي ما كنت بقول من شويه ان انا مش هكبر. يعني انا لو قعدت كل مره انا بصلي اول مزمور من باكر وما كملش صلاه باكر، او بصلي مره والباقي لا، هل هنمو؟ هل هخش في عمق جديد مع ربنا؟ هل هختبر معنى جديد من معاني الصلاه؟ لا، غالبا لا، خصوصا لو انا بعمل ده عن كسل او عن عدم يعني اهتمام او عن نسيان، مش عن يعني مش عن تعمق روحي. يعني انا مش ماسك المزمور بتامل فيه كل يوم، لا هي مش كده، وانا بقول مزمور وبنعس فغالبا ما بكملش الصلاه عشان هو ده نفس المزمور اللي انا بنام فيه كل يوم، يعني عارفين انتوا الحته دي، فغالبا ده اللي بيحصل. يعني فاول حاجه انا لو ما استمرتش مش هكبر، مش هنمو، مش هختبر اعماق جديده، مش هتعلم حاجه جديده في الحياه، هبقى دايما يعني لو انا بتعلم لغه، لو انا ما استمرتش طب ما انا مش هتعلمها، انا عرفت اي بي سي بتاعتها بس وما كملتش. وقيسوا كده بقى على اي كورس او على اي حاجه انا بتعلمها. تاني حاجه اللي انتوا قلتوها، من كتر عدم الاستمراريه غالبا هيجي لي احباط وياس وهفقد الامل في نفسي، ما انا خلاص ما انا كل مره بجرب وما بتمشيش، فخلاص ما خليها بقى كده وخربانه خربانه وخلاص. ثالث حاجه، ودي حاجه ممكن تكون بتحصل لبعض الناس، يعني الرياء. عارفين الكلمه دي؟ يعني ايه رياء؟ ان انا عايز هبان قدام الناس حاجه وانا اصلا حاجه تانية. يعني انا واقفه بكلمكم عن عدم الاستمرار وخطورته وبتاع، وانا مثلا ما بعملش كده، فانا ممكن اكون خلاص من كتر ما انا ما بعملش الحاجه، بس مش هينفع افضل اقول ان انا ما بعملهاش، فممكن يجي لي وقت ابقى بمثل عشان بس منظري قدام الناس، بس انا في الحقيقه مش بعملها، فبقيت الحمد لله بدل ما عندي مصيبه واحده بقوا اتنين، الحمد لله، يعني دي نعمه. يعني بدل ما انا مش بستمر ومش بكبر ومش بتعلم، لا ده انا كمان بقيت شخص مرائي، وعشان ما يبقاش شكلي وحش فانا ببين عكس اللي انا بعمله. طيب في حته، في ايه حلوه قوي، هقولها لكم بس بدور عليها. طيب هقولها لكم بعد الحته اللي جايه. طيب احنا قلنا دلوقتي ليه مش بستمر، فاكرين ولا راجع؟ راجع في الاخر عشان ما تزهقوش. وقلنا ايه خطوره عدم الاستمرار، طب ايه العلاج بقى؟ يعني عايزين نقول شويه تيبس كده، نحاول على قد ما نقدر نعالج يعني المشاكل اللي احنا قلناها. الله، لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم. يعني فكر نفسك دايما انه اتس اوكي ان انا اقع، مفيش مشكله ان انا افشل، بس ده مش معناه ان انا ابطل احاول، لا مش مشكله، هقعد اقع واقوم
مفيش مشكلة ماشي. ايه كمان؟ ده كلام حلو وصح وانا مش معترض عليه. انتوا بصيتوا في الورقة؟ برافو. مفيش مانع، واكتشولي مش بس مفيش مانع، هو من المحبب اصلا ومن المفضل ان انا يبقى في شخص بيشجعني. زي ما ساعات لو انا معايا ناس مش اشطر حاجه الناس دي ممكن توقعني، بس كمان انا لو معايا ناس شطره وناس جدعان هيبقوا حاجه محفزه جدا ليا. يعني مش عارفه بصراحه المفروض اقول كده ولا لا، بس يعني هقول لكم. يعني كان ليا مده مثلا ما بصومش اربع وجمعه، يعني كنت قعدت فتره بصومهم وبقالي فتره مش بصومهم، لحد ما جيت في مره لقيت في عندنا جروب كده يعني في الشغل ربنا يعني يحافظ عليهم، لقيتهم كل اربع بيطلبوا كشري. فحسيت لو ايه هو في حاجه ولا ايه؟ الاربع ده غريب قوي، الاربع فين الثلاثه اللي هو الدنيا بتمطر فيه؟ غريب قوي الاربع اللي بيطلبوا فيه كشري ده. فحسيت انه يا جماعه هو انتوا بتصوموا يعني اربع وجمعه وكده؟ قالوا لي اه. ف طيب يعني بقالي كتير ما صمتش يعني اربع وجمعه، ف اي لا خلاص احنا بكره. واليوم ده انا فاكره غريبه كنت جايبه جبنه او حاجه، كنت جايبه اكل فطار يعني. قالوا لي لا خلاص انت هتاكلي معانا فول وكشري وبتاع وخلاص، ايه بعد كده كل اربع هنصوم. فالموضوع بدا بانه انا اصلا الفكره كنت يعني خلاص يعني مكبره لها يعني، بس لقيت انه لا في ناس بتشجعني وكل مره يفكروني ويبعتوا لي يوم الثلاث اللي هو ما افتكري بكره ما تجيبيش فطار عشان احنا هنفطر مع بعض فول وبتاع. والموضوع من هنا بدا يبقى ان احنا بنشجع بعض وبنحمس بعض، فدي حاجه حلوه. بغض النظر يعني ممكن نتكلم بقى عن هدف الصيام ده اصلا، ان احنا بنصوم ليه والكلام ده، دي قصه تانية. بس على الاقل انا خدت الستيب الاولانيه ان انا اصلا فكرت نفسي بحاجه حلوه انا كان بقالي شويه مش بعملها بسبب او بفضل ناس كانت بتشجعني وبتساعدني ان انا اعمل كده. فحلو جدا موضوع التشجيع والتحفيز ده. ايه كمان؟ ايه كمان ممكن نعمله علشان نتشجع نستمر؟ ما ترددش وما فكرش كتير ان ممكن افشل. ما نقعدش نتردد يعني ابدا دلوقتي، يعني لما الفكره تجيلك ابدا دلوقتي. يعني عارفين في كلنا بيجي لنا الصوت ده اللي هو بتاع ما انت قاعد فاضي، طب ما تقوم تصلي، تقوم تطمع فلوسك، عارفين الاعلان ده؟ ما تقوم تصلي وتبقى قاعد شايف الانجيل اللي هو بعيد وعليه تراب ده بقاله كتير، ما تقوم كده تقرا لك كلمتين. غالبا احنا بننفض للصوت ده او بنقعد نتفاوض مع نفسنا شويه اللي هو طب انا بس انا تعبانه، طب انا هخلص الحلقه دي واقوم اقرا، طب انا هقوم اعمل شاي وبعد. عارفين ان كلنا بيحصل لنا كده، مفيش حد مش بيحصل له كده. علاج الموضوع ده بجد ده عن تجربه وعن كل حاجه، اول كلمه هتجيلك تقول لك لا انا هقوم دلوقتي، يعني ما تقعدش تفكر وتتفاوض لانه غالبا النتيجه هتبقى انك هتقعد ومش هتعمل حاجه. ايه كمان؟ سلمه هيبقى اسهل لي ان انا ارجع على طول، مش ان انا اقول خلاص انا كده فوتت مره. نفس فكره لو انا بعمل دايت واكلت شوكليت صغيره قد كده، ده مش معناه ان انا بوظ بقيه اليوم عشان خلاص الدنيا خربت، لا لا بقى يا ما هو ده اكيد كلنا بنعمل كده. فبدل ما نعمل كده لا عادي نخلي بالنا من بقيه اليوم والدنيا هتبقى زي الفل. يعني اخسر حته لونه احسن ما اخسر حته كبيره. يعني ابدا من لو انا كنت مثلا وصلت للسلمه الخامسه انزل ابدا من الرابعه احسن ما انزل وابدا من الزيرو. فده كلام منطقي ومحترم جدا. ايه كمان؟ هدف معين اخلي الهدف ده قدامي يعني طول الوقت عشان ممكن الهدف انساه واكسل بعدين. اخلي دايما الهدف اللي انا اصلا بدات بسببه الهدف ده يفضل قدامي عشان لو كسلت افتكر انه لا هو انت كنت بتعمل كده ليه اصلا؟ ما افتكر الهدف وارجع تاني. احاول اخلي الحاجه دي عاده لان العادات ليها قوه كبيره جدا. يعني مثلا الناس اللي بتعمل دايت او كده، في ناس احيانا نيجي مثلا نديهم بيبس هم لا مش عايزينه، مع ان انا لو شفت يعني انا بجري ورا بيبس. طب ليه؟ لان حاجات هرمونات في الدم بتتفرز. فنفس الموضوع علينا مع عقلنا، لما الحاجه بتتقلب عاده ما بنعرفش نوقفها. حتى لو ان انا اخلي اي حاجه انا عايزه اتعلمها عاده، يعني اربطها بحاجه مثلا انا متعود اعملها،
اخليها نظام ثابت في يومي بحيث ان انا مع الوقت اتعود عليها، فجسمي يبقى متعود عليها، يبقى فاهم ان انا مش هعرف انام من قبل ما اصلي. يعني انا حطيت راسي على المخده، لا انا ما صليتش، انا هقوم ان شاء الله اقول ابانا الذي قبل ما انام، بس مش هينفع انام من غير ما اصلي لان انا خلاص اتعودت. تغصب تعود تلذذ. يعني خلينا نصيغ الكلام ده، هي اسمك ايه؟ ماريا. كانت بتقول ان في مبدا يعني روحي يعني بيقول انه في ثلاث ستبس كده اسمهم تغصب تعود تلذذ. ان انت طبيعي اول ما بتبقى بتعمل حاجه جديده طبيعي انك هتبقى مستصعب الموضوع سواء صلاه او غيره. يعني انا اكيد حكيت لكم الموضوع ده في مره، مثلا كنت بدات اتعلم بيانو، اول حصه هي عايزاني احط ايدي بشكل معين، انا بالنسبه لي دي حاجه انا مش عارفه اعمل كده، انا كنت متخيله ان الناس بتعزف وهي عامله كده، فطلع انه لا لازم الايد يبقى ليها وضعيه معينه علشان الصباع ينزل على الزرار بوضعيه معينه. انا كنت يعني قعدت حبه الموضوع صعب وصوابعي بتوجعني يعني، فده شيء طبيعي ان اول خطوه او دايما البدايه ساعات كتير بتكون متعبه، بس انا عايزه اتعلم وعايزه اكبر، فلازم هيبقى في الخطوه بتاعه التغصب دي. اه ماليش مزاج انزل القداس، انا نعسان، انا مكسل، لا معلش تعال على نفسك. مع الوقت هتتكون العاده اللي مارتينا كانت بتتكلم عليها، لا انا كل يوم خلاص كل يوم بغصب على نفسي، كل يوم بغصب على نفسي. مع الوقت حته الغصب والالم دي هتخف وهبقى بعمل الموضوع من غير ما افكر، لا خلاص انا اتعودت. بعد كده اما الاقي نفسي بقى خلاص، يعني لما بقيت اعرف مثلا انا اعزف حتة كاملة على بعضها، لا بقيت مبسوطة، بقيت حاسة ان انا التعب اللي انا تعبته ده، لا ده لذيذ، يعني الموضوع في حاجة حلوة بتحصل. احنا بنتكلم على علاج عدم الاستمرارية، فانا ممكن اشوف مثلا انا وقفت ليه واحاول اصلحه. مثلا انا وقفت عشان الحاجة دي صعبة عليا، اقسمها حاجات صغيرة او اشوف انا ايه على قد طاقتي وابدأ فيه. كمان مثلا ان احنا ايه بنقعد نماطل في الحاجات، يعني مثلا سجى اللي قال لي ان انا اقوم اصلي، فانا بقعد بقى ايه طب شويه هقوم اصلي وكده. في ناس منهم انا يعني بقعد افرك اللي هو لازم اعمل حاجه دي، فانا الناس دي اللي هي فرقه زي كده تستغل الموضوع انها تقوم تصلي عشان هي مش تهدى غير لما تصلي. عامة النقطة الأولانية دي برضو صح جدا، إن أنا شوف أنت إيه السبب اللي بيخليك ما تكملش، ممكن يبقى مش كلنا زي بعض. فلو انا حسيت مثلا انه فعلا لا انا الهدف اللي انا حاطه ده كبير قوي، او انا حاسس ان انا ببقى مزنوق جدا في الوقت، فلا طب خلاص ايه المشكله، ايه اللي يمنع ان انا بدل ما انا كنت مثلا بقول ان انا هصلي المزامير كلها، لا طب خلاص هبدا مبدئيا بمزمور. لو انا حاسس ان مزاميري دي كلها ممكن تبقى كتير هبدا بمزمور، او بلاش يعني بلاش حتى نتكلم على حاجات روحيه عشان زي ما قلنا دي يفضل يبقى معانا مرشد فيها. لو حتى كورس او مذاكره او حاجه انت متخيل ان انت هتخلص الشابتر ده كله في ساعتين، وجيت في ساعتين خلصت مثلا اول اربع صفحات، طب لا واضح انه واضح ان الهدف ده مش هينفع استمر عليه، لان انا نسبه تحصيلي مثلا او نسبه الوقت اللي انا بذاكر فيه مش متناسبه مع نسبه الحاجه اللي انا عايزه اذاكرها، فهبتدي اقسمها بشكل مختلف. يعني غير الطريقه اللي انت ماشي بيها لو اثبتت فشلها. اوكي ايه كمان، حد عنده حاجه مختلفه ولا نقول اللي في الورق؟ انه ما يبقاش سهل عليا ان انا اعمل اكسبشن، يعني لو انا مثلا واخد على ده اكزامبل، يعني لو انا واخد ان انا اجي الاجتماع كل خميس، فمش مثلا لو في مره جات لي خروجه خلاص العادي افكس، لا حتى لو انا قررت ان انا هفوت ستيب او هفوت مره او هفوت صلوه او هعمل اي حاجه، ما تبقاش سهله، ما يبقاش دايما في اكسبشنز، يبقى انا عندي اولويات، ودايما لو انا هفوت حاجه هتبقى دي ليها اولويه اكتر من الحاجه اللي انا هفوتها. فلو انا هفوت خروجه هتبقى عشان الاجتماع لكن مش العكس. لو انا صلو عشان مثلا حلوه او وات ايفر، يعني بقى حاجه ليها علاقه كمان اكتر بالاولويات. وعلى فكره ده برضو مع الوقت هيبقى سهل، يعني انا ممكن في الاول ابقى مستصعب قوي ان انا هضيع خروج عشان الاجتماع، يعني انا عايزه اخرج وعايزه اشوف اصحابي وعايز يعني انبسط. بعد كده مع الوقت، وبرده ده على فكره عن تجربه شخصيه يعني بقت بتحصل معايا في الشغل مثلا، هما دايما لما بيحبوا يخرجوا بيحبوا يخرجوا يوم خميس علشان ده ويك اند، يعني مش بيحبوا يخرجوا في يوم في وسط الاسبوع.
حصل قبل كده وانا خرجت معاهم، بعد كده ضميري انبني بصراحه، يعني حسيت انه لا دي خدمتي وانا مش هينفع اعمل كده، فقلت خلاص هجرب اقول لهم يعني، وما اعرفش هم مش مسيحيين فممكن ما يقدروش او يبقوا مش فاهمين يعني. فرميت الكلمه اللي هو يا جماعه يعني انا مش هينفع، بعد كده بخرج يوم خميس لان بيبقى عندي حاجه في الكنيسه ويعني مش هينفع ان انا ما كنتش موجوده. فهم باي ديفولت بعد كده بقوا لما بيجوا يقرروا خروجه خلاص هم بقوا عارفين انه طب الخميس لا الخميس مارينا مش تبقى موجوده، طب خلاص نخليه يوم تاني من غير ما انا اقول حاجه. فهي الاول بتبقى صعبه، بعد كده وانتوا بعد كده تلاقوا نفسكم متعودين انه لا يا جماعه انا الخميس مش بكون فاضيه. الاول بيبقى قلبي مش مطوعني، وبعد كده خلاص لا انا مفيش مشكله وهعرف اظبطها في يوم تاني والدنيا بتمشي. بشوي كان عايز يقول حاجه. يعني دايما بيبقى عندي حاجه عايز اعملها، مثلا اوبجكتيف عايز اعمله مثلا، فانا الهدف ده كبير فانا قسمته مثلا ل 10 ستيبس مثلا او 15 اللي انا قسمتهم دول مثلا، انا اخترت اسهل ثلاث حاجات مثلا انا هعملهم. انا كبشوي يعني ما اعرفش، كل واحد بيبقى ليه بريورتيز مختلفه يعني. يعني بيقولوا لي انا في الشغل، يمكن عشان شغلي فيه كوتشنج شويه اكتر، ان اول ثلاث حاجات انت اخترتهم دول اولويتك، السبعه او العشره الباقيين دول لو انت اتشتت وقعدت تبص لهم كل شويه وانت ماشي في السكه ما عندكش كونسيستنس فعلا ان انت مركز على الثلاثه الباقيين، ان السبعه او العشره الباقيين دول الاعداء بتوعك. لان انت ممكن وانت ماشي لو ما عندكش فعلا التزام بان انت مركز على حاجتين ثلاثه بس، صغيرين، سهلين، انا هعرف اعملهم دلوقتي بس هكمل عليهم، لو انا قعدت اتشتت ان انا ابص على دي ودي في السكه في طريقي هعملها بالمره، هبص هنا طب ما انا عديت دي ما اعملها بالمره، هلاقي نفسي بلود على نفسي، بضغط على نفسي، فبتشتت فما بستمرش. هو دي اللي انا كنت عايزه. يعني خليني الخص كده اللي اتقال، ان انا هقسم كده كده الحاجه الكبيره لحاجات صغيره، واثناء الحاجات الصغيره دي ما شتتش نفسي بحاجات تانية. يعني حتى لو انا مقسم الحاجات لحاجات كتيره انا هركز على الحاجه الصغيره الواحده اللي انا بعملها دلوقتي. طيب خلونا كده ايه نفكر كده بعض بالحاجات اللي احنا قلناها ازاي نستمر. اولا قلنا اول حاجه ايه، ان انا هقسم الحاجات الصغيره الكبيره لحاجات صغيره، او احط اهداف واقعيه علشان اقدر استمر عليها. تاني حاجه يبقى معايا مين، يبقى معايا ناس تشجعني وتحفزني. تالت حاجه ودي نقطه حلوه ومؤثره وابقوا جربوها، الحاجه اللي انت عايز تتعلمها او الحاجه اللي انت يعني بالك مشغول بيها املى دماغك بيها. يعني مثلا انا عايزه ابطل خطيه معينه، وليكن مثلا الادانه، بنقعد بنفضل قاعدين طول اليوم في الشغل مثلا او مع اصحابنا عمالين نجيب في سيره الناس ونهرج على ده ونتنمر على ده وبتاع. فاسمع وعظات عن الادانه، اقرا كتب عن الادانه، حاول تفكر نفسك اينما كنت هتقعد مع ناس، لو يا جماعه حاولوا ان احنا ما نتكلمش على حد او انا مش هشارك معاكم، هتلاقي نفسك انت باي ديفولت مخك ابتدى يتملي بالحاجات دي. فهتلاقي نفسك وانت في الموقف حاسس انه في صوت بيرن في الخلفيه بيقول لك انه ما تدينش، ما تشتركش معاهم في الكلام اللي هم بيقولوه. فاهمين اقصد ايه؟ فحاصر تفكيرك او املى تفكيرك بالحاجه اللي انت عايز تستمر فيها او الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. طيب حاجه كمان علشان نقاوم حته النسيان اللي احنا كنا بنقول عليها، حط تدريب وخليه قدام عينك. يعني مثلا انا عايز اتعود ان انا اصلي كل يوم الصبح، فحط مثلا ليبل كده صغير او ورقه كده على باب الثلاجه، قوم يا ماريو صلي الصبح، ماريو ما تنساش تصلي قبل ما تنزل. كل يوم هتلاقي عينك بتيجي على الحاجه دي فهتفكرك. او يعني احنا بنتكلم ان هي تيبس هنحاول نفتكر بيها. حاجه كمان ودي برضو نقطه مهمه، راقب نفسك. الذين بلا مرشد بيحصل لهم ايه؟ بيسقطون. في ايه بتقول كده؟ الذين بلا مرشد يسقطون. فراقب نفسك، خليك دايما شايف وامين مع نفسك انت بتعمل ايه. يعني انت مارينا
وعدتي ابونا او انتي قلتي مثلا ان انتي كل يوم هتقري كتاب مقدس، طب انتي الاسبوع ده قريتي كام مره؟ ولا مره. فلا، ابدأي علشان لما تروحي لابونا المره الجايه تقولي له انا مشيت على القانون الروحي او انا بقرا كتاب مقدس كل يوم. خامس حاجة اللي انتوا برضو قلتوها، توقع الفشل او توقع الفتور او المعطلات. دي حاجة بتحصل لنا كلنا، وعدو الخير اكيد مش هيشوفنا في مسيرة نمو او بنحاول ان احنا نتحسن او نبني حاجة ويسيبنا كده ويقعد يسقف لنا. لا، اكيد الموضوع هيبقى فيه معطلات، فتوقع ده وما تخليش ده يهبطك. خلاص انا مش عايز اطول عليكم، بقيه الحاجات يعني احنا قلناها. نلخص بسرعه بس اسباب العلاج او الحاجات، سوري، طرق العلاج او التيبس بتاعه العلاج. حد فاكر حاجه؟ نمتوا، انا عارفه انكم خلاص تعبتوا، احنا خلصنا. خطوات صغيره، اقسم الحاجات الكبيره او الاهداف الكبيره اللي انا عايزه اعملها لحاجات صغيره. اخد ناس تشجعني وتحفزني. انظم اولوياتي او احط اخلي الهدف قدام عينيا دايما علشان ما كسلش، ما يبقاش فيه اكسبشنز، ما استسهلش ان انا بسهوله اكسر الروتين او اكسر الحاجه اللي انا شغال فيها. اراقب نفسي وانتظم مع اب اعترافي يبقى ليا مرشد. اتوقع الفشل واتوقع المعطلات. طيب حد فاكر ايه الحاجات اللي كانت بتخلينا نفشل؟ ضعف الاراده. ايه ده الشطاره دي؟ الانفعالات المؤقتة، مش حافظة غيرها غالبا. المؤثرات الخارجية، المسؤوليات او المشغوليات، النسيان، غياب الحافز. مش صليب عليكم، فاضل واحدة او اتنين مش متأكدة. المفاجآت، ايوه المفاجآت اللي بتطلع فتخليني اكسر الروتين بتاعي، غالبا دي قلناها وغالبا خلصناهم، بس عشان ما بقاش بضحك عليكم. احنا خلصناهم. خلاص يا جماعه احنا خلصناهم علشان بس ايه ما تزهقوش. انا عارفه ان الموضوع قد يبدو ان هو تقليدي، بس هو موضوع حقيقي مهم، وحاولوا يعني نخرج من هنا النهارده واحنا كده لسه سخنين، وخدوا حماسه البدايات دي، وشوفوا ايه الحاجه اللي انتوا نفسكم تستمروا فيها. يعني لو حد نفسه يستمر على صلاه، على كتاب مقدس، على حاجه عايز يتعلمها، فرصه. صدقوني انا عارفه ان المناهج صعبه والدراسه صعبه وانا عارفه كل ده، بس انا ما كنتش بصدق الكلام ده لما كان بيتقال لي. مرحله الجامعه هي فعلا من اكتر الاوقات اللي فيها وقت وفيها طاقة. انا عارفة ان انتوا ممكن تكونوا مش حاسين بده، بس صدقوني صدقوني اللي بعدها مش هيبقى فيه وقت ولا طاقة اكتر. فكل الحاجات فعلا اللي احنا بنكمل بيها وكل المخزون اللي احنا بناخده هو بيبقى في الفترة بتاعت الشباب، يعني الفترة اللي هي بتاعت ثانوي وجامعة، دي من اكتر الفترات اللي بيبقى حلو ان احنا نبني لنفسنا فيها عادات قوية، بيبقى حلو ان احنا ناخد فيها مخزون روحي حلو، حلو ان احنا نتعلم فيها حاجات جديدة. بعد كده هتخشوا في دوامة الشغل، ودي لوحدها حتى بعيدا عن اي دوامات اخرى، دي لوحدها يعني بتبقى متعبة. يعني عارفين انتوا في كوميك كده شهير بتاع امتى بقى اكبر وبطل اصحى الساعة 7 اروح المدرسة؟ الحمد لله.